مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع منتخب مصر الأول اللي واصل تدريباته لليوم الثاني في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق يوم الحد اللي جاي في الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية. معسكر المنتخب الأولمبي انطلق امبارح على استاد العاصمة الإدارية واللي هيستمر حتى 15 يناير الجاري موعد سفره للإمارات للمشاركة في الدورة الدولية الودية في دبي بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات وقطر والعراق. لاعبة النادي الأهلي رحبوا بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في أول ظهور له بتدريبات الفريق، حيث حرص اللاعبون على تقديم التهنئة للوافد الجديد وتمنوا له التوفيق والنجاح خلال تجربته الجديدة. وظهر كمان وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد في مران الفريق الأول مرة في التدريب اللي أقيم على ملعب التتش في بداية استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة. الاتحاد الدولي للسكواش أعلن عن إقامة بطولة العالم للفريق الرجال والسيدات للمرة الأولى مع بعض، وده في نادي هونج كونج لكرة القدم، ودي كمان أول مرة هونج كونج بتستضيف فيها البطولة. منتخب المغرب لكرة القدم حقق فوز كبير بنتيجة 3-1 على منتخب سيراليون في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن استعدادات منتخب المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023. كمان نادي بروسيا الألماني دورتموند أعلن بشكل رسمي ضم الإنجليزي جادون سانشو على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد، ونشر الفريق الألماني بيان رسمي أكد فيه أن ضم سانشو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ونادي توتنهام أعلن رحيل مدافعه إيريك داير لصفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود خيار الشراء. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قدم امبارح دوريفيال جونيور المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة ريو دي جونيور بحضور رئيس الاتحاد. فريق برشلونة الأسباني حقق الفوز على فريق أوساسونا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. بالنتيجة دي تأهل فريق برشلونة لنهائي السوبر الإسباني لمواجهة ريال مدريد في المباراة المقرر ليها يوم الحد اللي جاي 14 يناير الجاري بملعب الأول بارك في الرياض بالسعودية، واللي بتستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها.